كابتن فضل، اسالك سؤال، هو انت لسه علاقتك متوتره بالاهلي؟ علاقتي متوترة بالأهلي؟ لا طبعا، عمري ما كانت علاقتي متوترة بالأهلي، عمري امال عمري. ازاي الناس عندها انطباع بكده؟ السوشيال ميديا ممكن، ولا حضرتك، ولا الناس تفرق برضو عشان في الميديا، أوضح في لك. الجمهور احيانا لا، بيبقى عندهم ولا انطباع. سوشيال ميديا ولا جمهور، ولكن الحمد لله يعني في الانتخابات كنت موجود، وناس كتير كانت أصلا يعني والله والله وحياة، يعني مش عاوز أقعد صادق أحلف كتير، من غير حلفان بس طبعا. ناس كتير كانت بتيجي تسألني يعني نروح ننتخب مين؟ ده الانتخابات اللي فاتت، والحمد لله انا راجل عضو عامل وعلاقتي جيده ما هو الناس بالاهلي. هتسألك لان انت معروف وليك قدرك، وكنت ولعبت في الاهلي لا لعبت كتير وعضو جمعية عمومية، وكنت مسؤول في اتحاد الكورة انا من وراجل قبل ما اتولد عضو، انا من قبل ما اتولد انا عضو في العيلة النادي. طبعا كل